صلوا 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 على رسول الله. قبل أن نبدأ الفيديو أرجوكم أعزائي لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب الآن، لأن ذلك يعبر لي عن حبكم للقناة. هذا الأب وطفلته كان لديهم محل تصوير وكانوا يعملون فيه معا. بيوم دخل رجل إلى المحل وطلب الصور الخاصة به، أعطته إياهم الطفلة، ولكن الطفلة أخطأت وأعطته المغلف الخاطئ، ومن ثم أعطته المغلف الصحيح، فصرخ الرجل وقال: لا يجوز أن تخطئي في عملك. جاء الأب واعتذر للزبون. الطفلة تضايقت كثيرا من هذا الشيء. دخل الأب هو وطفلته إلى غرفة تحضير الصور وبدأوا بتجهيز بعض الصور، وهناك كانت صورة لرجل وامرأة كبيران في السن. وباليوم التالي جاء صاحب الصور لكي يأخذ الصور، وعندما أعطته الطفلة الصور الخاصة به بدأت مشاعر الرجل وعيونه وامتلأت بالدموع. بدأت مشاعر الرجل وعيونه وامتلأت بالدموع حتى أن الطفلة امتلأت عيونها بالدموع أيضا. بعدها ابتسم الرجل وجاء لكي يعطي الطفلة المزيد من النقود، ولكن الطفلة قالت: لا، هذه هدية. خرج الرجل وهو مبتسم، والطفلة قدرت أن عملها مهم لكل الناس. ومن هنا بدأت تعمل بكل نشاط وترى ابتسامة الناس، وكانت هي سعيدة جدا بذلك. وبيوم من الأيام خرج الأب من المحل فوجد رجلا يقف تحت المطر. فعرض عليه أن يدخل ويرتاح في المحل، فدخل. وقام الأب بتحضير كوب من الشاي له، وهنا أخبره ما هي قصته. هذا الرجل يبحث عن عمل ولا أحد يقبل أن يوظفه عنده. فكر الأب وقرر أن يصوره كي يضع صورته في ملفه قبل أن يبحث عن العمل. وطلب منه أن يحلق لحيته ويرتدي ملابس جديدة. ولفت انتباه الطفلة عندما أشار أبوها للرجل أن يبتسم، وبالفعل قاموا بتصويره. وبعد قليل أعطوه الصور، وعندما رأى صوره امتلأت عيونه بالبكاء، لأنه لم يكن يصدق أنه هو نفسه. وبعد مرور الأيام كبر الأب وكبرت الطفلة، وأصبح عندهم معرضا للصور.
ولفت انتباه الأب عندما كانت ابنته تصور أحد الأشخاص وأشارت له بنفس طريقة أبيها لكي يبتسم. وهنا شعر الأب بالفخر بابنته وتذكرت كل لحظاتها مع أبيها وهي طفلة. كم أن الآباء والأمهات لهم دور كبير في حياتنا، وهم أساس ما وصلنا إليه. اعتني بأمك وأبيك، هذه نصيحة اجعلها حلقة بأذنك وشاركها مع الجميع لكي تعم الفائدة. انت اول اللي عرفته، يا اول انسان شفته، قلبي هواك وملكته يا ابويا تاج راس. بالله شلي بقوله عن طيبتك والرجوله، يحيي روحه وزوله يا ابويا تاج راس، يا ابويا تاج راس. أكرم أيدي يدينك بجهد قلبك وعينك، وعطيتنا من سنينك يا بويا تاج راس. يتعب على اللي نريده ويقدمه من وريده، لو كان ما هو بيده يا بويا تاج راس، يا بويا تاج. أفنيت فينا شبابك واخفيت عنا عذابك، وسقيتنا من سحابك يا ابويا تاج راس. بعوضك في مشيبك خادمك وانا طبيبك، غير القدر ما يصيبك يا ابويا تاج راس، يا ابويا تاج راس. أعزائي المشاهدين، أبوكم وأمكم يحتاجون منكم كلمة طيبة، لا أن تصرخوا بوجوههم. اعتنوا بهم واطلبوا رضاهم، فرضا الله من رضا الوالدين. نعم، الأب هو الشخص الذي يهتم بنا أكثر ما يهتم بنفسه، والأم أيضا. دائما أعزائي اهتموا بأهلكم، عاملوهم بإحسان ولا تصرخوا بوجههم، هم كل شيء موجود بالدنيا. الأب، وما أدراكم ما الأب؟ أعظم شخص في الدنيا هو والأم، يعمل طوال اليوم لكي ينفق علينا. شكرا أبي، وشكرا إلى كل أب. كم أن الآباء والأمهات لهم دور كبير في حياتنا، وهم أساس ما وصلنا إليه. اعتني بأمك وأبيك، هذه نصيحة اجعلها حلقة بأذنك وشاركها مع الجميع لكي تعم الفائدة.